بالمناسبه النادي الاهلي ما عندوش مشكله في اي حاجه. النادي الاهلي بيساعد الجميع. بيساعد الجميع حتى اللي ضده. حتى اللي ضده. مستشار محمد عثمان كان معانا امبارح وقال لك احنا عاملين حسابنا عن كل شيء. ما رضيش يقول طبعا لكن قال لك عاملين حسابنا لكل شيء. فهو ده النادي الاهلي. وهو ده اللي بيحصل ضد النادي الاهلي، وهو ده اللي بيحصل في تعنت النادي الاهلي، ولكن ربنا كريم. من عند ربنا. مش من عندي ولا من عندك ولا من عند حد، من عند ربنا كده قال لك استقيلوا. استقالوا. استقالوا. استقالوا وخلاص، واللي حصل حصل. عك اداري واضح جدا جدا جدا، ابعت جواب يا اخي قول ان احفظ حق النادي الاهلي حتى بدل ما يدفع فلوس وكذا وكذا وكذا، ولكن النادي الاهلي اللي جري هنا وجري هنا وجري هنا وجري وهنا وجري هنا وجري هنا عشان يعمل ايه؟ عشان يفتح بس فتره القيد استثنائيا ال 10 ايام دول للانديه المصريه مش للنادي الاهلي. للانديه المصريه التي ستشارك في البطوله الافريقيه عشان ولا يدفعوا غرامه ويحق للاعبين اللي هيشركوهم ان هم يبقوا موجودين في الادوار التمهيديه بدل ما يلعبوا من دور ال 16، يعني انت جبت اكس من اللاعبين تلعبوا معاك من دور ال 16. استثنائيا. استثنائيا. الدور ال 32 انا اسف. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي او ما بين القائد وما بين اي حد تاني. اي حد تاني بيطلع كلام. اما القائد من غير ما يتكلم بيشتغل بينفذ تك تك، بس خلينا نستنى برضو لغايه لما الاستثناء ده او القرار ده يطلع. لما يطلع انا بس عايزكم تسقفوا لمجلس اداره النادي الاهلي وللكابتن سيد عبد الحفيظ ولكل المجموعه اللي اشتغلت على هذا الموضوع ده لو الموضوع ده حصل. محدش واخد باله، والله ما حد واخد باله، حتى الانديه المنافسه محدش واخد باله، مش في دماغها، محدش في دماغه حاجه. لكن النادي الاهلي بينخور في كل حاجه وعايز يعرف كل حاجه عشان ده حقه. انا ايه اللي يخليني انا ادفع 500 دولار عشان غلطه اتحاد كره؟ انا مالي؟ انا عايز ايد 10 لعيبه ادفع 5000 دولار ليه؟ ما انا ادفعهم في الجمعيه العموميه بتاعتي اعمل اي حاجه بيها. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده اللي بيطلبه النادي الاهلي، تحقيق العداله. دائما ما يطلب النادي الاهلي تحقيق العداله. يعني انا بس حبيت اوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل والكلام اللي احنا قلناه امبارح مع الكلام اللي قلناه النهارده. الحمد لله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يؤتي بثماره ويحصل الموضوع اللي انا قلت لحضراتكم عليه. وان شاء الله انا عندي معلومه مؤكده ان ده هيحصل لكل الانديه المصريه، عشان خاطر مش عشان خاطر الاهلي، ولكن لان النادي الاهلي طلب طلبات عادله ما عملش اي حاجه تانية. كل اللي طلبه قال يا جماعه يعني خلصوا الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه. قال لك معلش اصل اجلوا المؤجل. اتاجل يعني انا اجلت مباراه ليوم السبت اللي جاي، جيت يوم السبت قمت باجلها تاني. تم تاجيل المؤجلات. ولم توافق الانديه المنافسه على اللعب كل 72 ساعه. على الرغم من تعهدها بكده. ولكن يظل دائما النادي الاهلي على كلمته، ويظل دائما النادي الاهلي على احترامه، ويظل دائما النادي الاهلي على صدقه مع جمهوره، ويظل دائما النادي الاهلي هو حامي حمى الانديه المصريه. طيب